السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله الفيديو ده خاص بطلاب الثانوية العامة، هنتكلم فيه عن أهم 30 كلية مهمة للشعبة العلمية والشعبة الأدبية وليها مستقبل كويس محدش كتير بيعرف عنها. أهم هذه الكليات كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة والتأهيل بجامعتي بني سويف والزقازيق، كلية الثروة السمكية بجامعة قناة السويس وأسوان وكفر الشيخ، كلية الذكاء الاصطناعي بجامعات القاهرة وكفر الشيخ وسوهاج، تضم تخصصات صناعة الروبوت والألعاب، قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية توفر العديد من الفرص العمل في مراكز التأهيل والإصابات، كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، معهد النباتات الطبية والعطرية في جامعة بني سويف يؤهل للعمل في تركيبات الأدوية، معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر، قسم الإعلام الأفريقي بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، برنامج التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم جامعة القاهرة، كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجيا بجامعة القاهرة، برنامج الترجمة التخصصية من وإلى الألمانية بأداب القاهرة ساعات معتمدة، برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها بأداب القاهرة، تخصص الميكاترونكس بهندسة القاهرة ساعات معتمدة، كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة الدلتا، الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية، كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، كلية التعليم الصناعي، برنامج جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة ساعات معتمدة بمصروفات، معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بني سويف، معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة المنصورة، كلية رياض الأطفال، معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، كليات ومعاهد التمريض المختلفة، لأن سوق العمل المصري يواجه نقص شديد في هذا التخصص، مركز بحوث ودراسة التنمية الريفية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، كلية العلوم التطبيقية بجامعة المنوفية، معهد دول حوض النيل بجامعة الفيوم. معظم هذه التخصصات لها فرص عمل كثيرة بعد الانتهاء من فترة الدراسة مع الحصول على التدريبات المطلوبة في مجالات التخصص. على سبيل المثال كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة بها العديد من التخصصات الجديدة التي تخدم سوق العمل المصري، مثل تصميم المواقع والبرامج المختلفة، كذلك تصميم ألعاب الفيديو وهناك تخصصات عديدة مثل الميكاترونكس في كلية الهندسة وكلية النانو تكنولوجي وبرنامج التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم جامعة القاهرة تؤهل لهذه الوظائف التي يحتاجها سوق العمل المصري، وكذلك تؤهل الطالب للمنافسة في سوق العمل الدولي واستكمال الدراسات العليا في الخارج. أتمنى للجميع التوفيق، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.